السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة هقولك على حاجة تخلي الحمام عندك يبيض على أولاده حتى وهو سنهم صغير زي كده. الحمام عندك هيبيض على أولاده ومش هتلاحق بيها زغاليل. النهاردة هنقدم دواء جديد أول مرة نقدمه لكم. دايما احنا بنبحث عن الأدوية البشري اللي هي سعرها أقل من البيطري وتجيب فوائد جميلة جدا للحمام، اللي هو زيت كبد الحوت. طبعا نستعرض مع بعض كده بسرعة الأدوية اللي استخدمناها قبل كده وعملنا لها فيديوهات. اللي عملنا لها فيديوهات لسه كتير يا جماعة، فيديوهات انتظرونا، بنجيب لكم دايما الأدوية اللي بنبحث دايما عن الأدوية البشري اللي سعرها أقل. شوف حضرتك كالسيمات، بيبيفيت، فيتافيرول، في دروب، بيديكال أو ديكال موجود برضو، هو إيمولانت، الخميرة. خل التفاح، امريزول او فلاجيل، قلنا الخميرة، المطهرات المعوية زي ديكال، ديجي نوم اللي هو مهضم للحمام، عموما هو بشري، او ديجستين زيه، امريزول او زي ما قلنا امريزول او فلاجيل، وكابكت ايضا. كل دي المطهرات زائد المضاد السموم دايما اللي انا بجيبه اللي هو بيطري، ده افضل مضاد سموم يا جماعه انا استخدمته. طيب يبقى فيه كمان نرجع لموضوعنا الاول عشان ايه الناس ما تقلقش مني. على فكره يا جماعه الفيديو هتلاقيه باختصار على قناتنا، القناه الجديده اللي هي قناه معلومات في تربيه الحمام. طيب انا هبدا اعمل طريقه استخدامه. هنجيب حوالي رغيفين خبز، كسرهم نعمهم جيدا في الطبق ده اهو، حوالي رغيفين نكسرهم على قد عشان الحمام يعرف ياكلهم. كونهم رغيفين خبز جافين، بعد ما طحنا العيش كده بالطريقه دي على قد عشان الحمام يعرف ياكله، هنفتح الازازه وندي معلقة كبيرة على الرغيفين العيش دول. هنرج الازازة جيدا يا جماعة، ازازة محترمة كبيرة سعرها 24 جنيه، 24 جنيه. نفتح الازازة، نحط حوالي غطا ونص، نحاول نوزعهم على الخبز كده بالطريقة دي. طيب هنقلبهم ولا هنعمل ايه؟ هنقلبهم، لكن هنضيف عليهم كمية الاكل اللي احنا بنحطها، لان انت مش هتاكل الحمام خبز بس، ما تاكلش الحمام خبز بس، هنحط عليهم الكمية اللي انا محتاجها علشان الحمام ياكلها. تمام، شوف حضرتك هي الكلفة بتاعتنا خلطة، الناس اللي بتسأل، مكلفة جدا يا جماعة، انا بعملها على ايدي. فول، بسلة، ذرة حمام، ذرة اصفر، غلة، لو فيها عدس ماشي، مفيش يعني، هو الفول ممكن يغنى عن العدس. اللي هنقلب، احنا بنعمل كل ده بنقول لك علشان الحمام عندك قلنا يبيض على اولاده او يلحم، حمام هيلحم زي الحمام اللحم. وهوريك كمان الحمام اللي بايض على اولاده وزغاليله عمرها صغير. قلبناها وهنقدمها للحمام. طيب يبقى نروح نشوف الزغاليل اللي معاها بيض. احنا شفنا في البداية دول بيضة امهم معاها واحدة، هي طبعا هي مش ام التلاتة دول، انا كنت حاطط بيضة تالتة فقست الحمد لله وبتأكلهم.
بيأكلوهم معاهم بيضة ثالثة. نشوف تاني اهو، بسم الله ما شاء الله، بيض ومعاهم زغليل، طبعا مش باين قوي من جوه اهو الزغليل. شوف هنا تاني برضو زغليل ضابط منهم اهو. طيب قبل ما نقول، زيت كبد الحوت بيستخدم في حالات ايه؟ نرجو منك انك تعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لعدد اكبر من المشاهدين. الفيديو اللايك بيفرق معانا كتير يا جماعة. الشكر واجب نقوله، احنا بنشكر الاخ العزيز احمد السيد من القاهرة اللي هو ابو سيف، ابو سيف المحترم اللي يعني بيساعدنا يعني وكفاية توجيهاته ومساعداته ونصايحه. نشكره شكرا جزيلا، ونتمنى ان هو ما يبخلش علينا دايما بنصايحه. طيب نبدأ نقول بقى الحاجات اللي هي بنستخدم فيها الدواء ده. هو رافع مناعة زي كل الحاجات اللي احنا وريناها لكم قبل كده، جميع الفيتامينات رافع مناعة. على فكرة يا جماعة قبل ما انسى، ما تعطيش اي رفع مناعة واي فيتامينات مع الاسهالات، مهمة جدا الحكاية دي، يكون في اسهالات ما تعطيش اي فيتامينات. طيب كده رفع مناعة، ويستخدم ايضا لزيادة انتاج البيض زي ما قلنا، بيخلي الحمام يلحم، يعالج مشكلة كمان البيضة الواحدة او عدم البيض نهائيا، يعني الحمامة اللي ما بتبيضش عندك نهائيا او بتبيض بيضة واحدة هيعالجها ان شاء الله. لكن ما عدا النتاية اللي هي عندها تكيسات، يعني عالج النتاية الأوطال ما عدا النتاية اللي فيها تكيسات، اللي هتلاقي حجرها محجر، لما تحط ايدك كده مكان البيضة هتلاقي فيه زي ما تكون عليها البيضة دايما، تلاقيها محجرة، دي ملهاش علاج الا بيعملها جراحات يعني عشان يشيلوا من التكيس ده، وبتاخد وقت جدا في العلاج. طيب يعالج مشكلة نقص الريش في الزغاليل، هنوريكم ازاي الزغاليل اللي احنا بنقطع علشان هنجيب زغلول من اللي احنا كنا عرضناهم للبيع. طبعا انا ما قلتش هبيعهم بقى بالمنظر ده، هنشوف الزغلول، معلش عذرا انا اللي بصور. شوف بقى الريش بتاعه عامل ازاي، الزغلول كبير في الحجم اهو، لكن المنظر ده زي ما انتم شايفين بعد ما انا صورتهم، يعني مش عارف اقول ايه يعني يا جماعة، اللي يشوف حاجة يصلي على النبي ويذكر الله. شوفوا الزغلول، طبعا دول ما عادوش ينفعهم غير للذبيح، ده مش زغلول لوحده، في شوف الزغلول ريشه عنده، ريشه متبهدل ازاي، ريشه ما اكتملش، مع ان انا مصورهم في امان الله الفيديو للبيع، لكن طبعا ما عدناش هنبيعهم خلاص. يبقى احنا بنستخدمه في علاج نقص الريش، بالرغم من كل الادوية اللي احنا بنعطيها دي، والايمولانت والجروفيت بلس والبي بي فيت والحاجات اللي كلها بتعالج نقص الريش والفي دروب، الا ان الزغاليل زي ما قلت لكم بعد ما صورتها حصل لها اللي حصل ده، يعني اللي يشوف حاجة يقول بسم الله ما شاء الله. يبقى زي ما قلنا بيعالج مشكلة نقص ريش في الزغاليل، ويقلل فترة القلش في الحمام الكبير، وبالتالي هو هيخلي الحمام يبيض بسرعة، يقوي الصحة العامة للحمام، يساعد على زيادة حجم الزغاليل وصحتها، يساعد على زيادة حجم الزغاليل وصحتها زي ما قلنا، يزيد انتاج الحمام ويجعله يبيض على ولاده، هيلحم الحمام، هيبقى يا جماعة زي الحمام اللحم، يعني اللي يقول الحمام اللحم بيلحم، لا الحمام ده كمان بيلحم. انا مربي حمام زاجل، الناس اللي تقول الزاجل اللي هيبيض على مسافات بعيدة، بس انت راعي بس وهو هيبيض على فترات متقاربة، يبيض حتى على ولاده، ويعالج كمان مشكلة ترويق البيض، البيض الرايق يعالج الذكور لما انت تستمر على الحكاية دي. على فكرة يا جماعة انا بقول بعطي 3 ايام، لان اعطي باستمرار كل شهر 3 ايام، لكن في ناس بتعطيه 5 ايام و10 ايام،
يقوي رجلين الحمام ويمنع الكساح من الحمام الكبير والزغاليل، الا اذا كان السبب ايه، اذا كان السبب سالمونيلا مفصليه يبقى في الحاله دي هتعطي دواء السالمونيلا. بيمنع الاكسده والتاكسد، يقوي من قشره البيض، يخلي الحمامه تبيض بطين مخصبين، مش بيضه واحده وبطين مخصبين، يعني زي ما قلنا هيعالج الحمامه بالنتايه والضغط. مفيش حمامه يا جماعه قلنا بتبيض 3 بيضات اللي انتوا شفتوهم دول، لا بتبيض 3 بيضات ولا 4، لكن هو الدواء يخليها تبيض بطين بس، عشان ما حد الناس اللي بتقعد تسمع الفيديوهات اللي بيقولوا الحمامه عنده بتبيض 3 بيضات و4 بيضات مع بعض، لا مفيش الكلام ده، ممكن يكونوا نتايتين بيبيضوا مع بعض. الا اذا ايه بقى، انت ممكن تخليها تبيض 4 و6 كمان حتى في الشهر، هنقول في الشهر مش هنقول ان هما مع بعض يا جماعه، يعني انت بيضه البطين هتشيلهم منها تحضنهم تحت حمامه تانية، وممكن تبيض بعد اسبوعين تشيلهم وتحضنهم تحت حمامه تانية، ممكن تبيض بعد اسبوع تحضنهم تحت حمامه تانية، يبقى كده عندك بقى عندك 6 بيضات في الشهر زي ما احنا قلنا. الجرعة زي ما قلنا، انت في ناس بتحط 5 سم على لتر المية، بس هو الافضل الافضل ان زي ما انا عملته كده على رغيفين خبز لمدة 3 ايام في الشهر وتستمر عليها دائما. ملحوظة مهمة جدا، لا يعطى مع الاسهالات او مع اي دواء، ما تعطيش حتى لو انت بتعطي اي دواء او اي فيتامين تاني او اي مضادات حيوية تانية. طيب زي ما قلنا ما تنساش تشوف الفيديو مختصر على قناتنا التانية اللي هي قناة معلومات في تربية الحمام والاشتراك فيها كمان. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.